وللحديث عن تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة ديالى ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. سيد لبيد، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، فوضى عارمة في ديالى، اعتقالات عشوائية، حالة غليان تنذر بانفجار كبير، لكن كيف تنظر بشكل عام للأوضاع في محافظة ديالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الوضع في ديالى يزداد تأزما كما نوحتم أو كما بينتم بوضوح في تقريركم وفي الأخبار المتواردة عن ديالى. ديالى الآن تحتل رقم واحد في مسألة الأخبار الساخنة الآتية من العراق، لأن الوضع يبدو أنه منهار أمنيا الوضع في داخل ديالى، وذلك بسبب تصاعد دور وتنامي دور الميليشيات المتكالبة والتي بالحقيقة أصبحت يدها ضيقة في العراق بصورة عامة وفي ديالى بصورة خاصة. خصوصية ديالى كما يعلم الجميع معروفة، لأنها ديالى مدينة مختلطة طائفيا، وعملية التطهير الطائفي جارية على قدم وساق في هذه المحافظة، وهذه المحافظة تمتاز عن سائر المحافظات العراقية الأخرى بأنها كانت من المحافظات المبكرة التي انتفضت ضد الاحتلال الأمريكي، ثم أن أهل ديالى معروفون بشجاعتهم وبسالتهم ورفضهم لأي حالة ضيم وأي حالة تسلط ضدهم. فعملية التحدي معروفة، أنه أنا أعرف، أنا على يقين بأن عملية التحدي تتواصل من قبل سكان ديالى الأبطال ضد أي ظلم يسلط عليهم. طيب سيد لبيد، إذا تحدثنا عن المتسبب الحقيقي في هذه الفوضى، هل يمكن تحميل الحكومة أسباب هذه الفوضى التي تعصف في محافظة ديالى؟ بالتأكيد المسؤول رقم واحد عن هذه الفوضى هي الحكومة العراقية، لأنها الحكومة العراقية بالحقيقة يجب أن تسود حالة أمن، هي مسؤولة عن حالة سيادة حالة الأمن في كل أرجاء العراق. وعندما تكون المحافظة ذات خصوصية كما قدم ذكره، خصوصا الجانب الطائفي الذي هو كان سبب تمزق النتيجة الاجتماعي العراقي، يجب أن تكون هناك أهمية استثنائية ويكون هناك دور استثنائي للقوات الأمنية الرسمية المتمثلة بالجيش والشرطة. لكن كما نعلم الحكومة ضعيفة وازدادت ضعفا عندما تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران بخصوص الملف النووي كما نعلم، لأن إيران تريد أن تزداد قبضة الميليشياتها، العصابات التي تابعة لها ذيليا تزداد قبضتها على الوضع الأمني في العراق. وعادل عبد المهدي كما علمنا بعد أن أصدر مركزه من يقضي بإعادة هيكلة الميليشيات، وبعد زيارته إلى إيران عادل يقول بأن الميليشيات لا يمكن حلها، وهذا ضعف شديد، ومما أدى إلى أن الميليشيات ازدادت شراسة لأنها أحست بضعف الحكومة وضعف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. الحكومة هي المسؤول رقم واحد، وطبعا هناك مسؤولية تتعلق بالدور الإيراني الداعم بشكل مطلق لهذه الميليشيات، وهي التي تشجع هذه الميليشيات وتدعمها بالسلاح وتحثها على مسألة طيب. الاضطهاد الطائفي. سيد لبيد، الأنباء تتحدث عن اعتقال 7000 شخص في سجنين سريين شرقية محافظة ديالى، لكن هذه الاعتقالات هل تتم على الهوية التي تتم على الهوية، هل لها من آثار سلبية على المدى القريب خاصة في المجتمع في محافظة ديالى؟ بالتأكيد، نحن نعلم بأن قانون 4 إرهاب سيء الصيت الذي صدر منذ أكثر من 10 أعوام، هذا القانون بالحقيقة هو مسلط على طائفة دون غيرها، أقصد أن الطائفة السنية، ومسألة المخبر السري كما نعلم هي أيضا مسألة أخرى تساعد القوات الحشد الشعبي أو الميليشيات وعصاباتها، تساعدها في مسألة أنه انتقاء الناس على الهوية وزجهم في السجون السرية وحتى اغتيالهم وتدبير المكائد ضدهم وحتى الاختطاف وأخذ الفدية، كل ذلك يجري على الهوية. المسألة أصبحت على المكشوف،
ولا حاجة لي للمجاملات أو التلاعب بالكلمات فيما يخص هذه المسألة. السجون السرية الموجودة في كل مكان في العراق وخصوصا في المناطق والمحافظات المختلطة أصبحت رائحتها تزكم الأنوف، ويجب أن يكون هناك تدخل، وتدخل ليس محلي فقط وإنما تدخل عربي وتدخل دولي من أجل إنقاذ هذه العشرات الآلاف من الضحايا الذين ينون في سجون سرية ولا أحد يعرف مصيرهم. سيد لبيد، لو أخذنا تصريح للنائب رعد الدهلكي من محافظة ديالى، يعني وصف الوضع الأمني بالخطر وأيضا قام بتحليل وصول هذه الحالة إلى ما هي عليه بأن سببها ما وصفه بالميليشيات الوقحة. الحكومة كما ذكرتم أنتم قبل قليل بأن الحكومة أضعف من الميليشيات، إذن ما الداعي لبقاء هذه الحكومة تشكل حكومة ميليشيات وينتهي الموضوع؟ نعم، بالنسبة للحكومة بالحقيقة هي في جوهرها هي حكومة ميليشيات، أما الممثلون الآخرون الذين يدعون أنهم يمثلون طوائف أخرى وفئات اجتماعية أخرى فهؤلاء لا يمثلون إلا ديكور معين تعطي بالحقيقة يعطي صبغة الرسمية ويبقي صبغة الشمولية على مكونات الحكومة. أما الحكومة فهي حكومة طائفية والجد العليا فيها فيما يتعلق بالمسألة الأمنية الجد العليا هي للحشد، وهذا الحشد هو فوق القانون ولا أحد يستطيع أن يعاقب الحشد، لا 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 رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية، الرئاسات الثلاثة عاجزة تقف عاجزة أمام سطوة الحشد على الملفات الأمنية. بالنسبة للدهلكي وسواه من الأعضاء البرلمان الذين يدعون أنهم يمثلون ديالى وأشباه ديالى من المحافظات المضطهدة كما نعلم، هؤلاء يجب أن لا يوجهوا نداءهم لا للرئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان، يجب أن يرفعوا أصواتهم دوليا وعربيا وفي كل المحافل الدولية، يجب أن يوجهوا نداءاتهم بدل من أن يطرقوا في وادي البرلمان ولا يسمعوا نداءهم أحد. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.